بالنسبه للبهرير الطريقه ديالو يمكن لي نخدم العناصر المتوفره عندي. غادي ندير السميده مثلا والدقيق، شويه ديال الماء، الخميره ديال الخبز بطبيعه الحال، خميره كيماويه، القليل من الملح، وكنخدموه في طراب كهربائي وكنديروا يخمر تقريبا واحد ربع ساعه. نحاول اني نزد عليه في واحد البواطه يرتاح شويه، على الاقل ربع ساعه كافيه، ومن بعد كنبدا نطيب. العجينه ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه بزاف. ومني كيطيب لي بغرير باش يجيني زوين، البغريره اللي طابت كتكون عندي واحد زلافه مذوبه فيها شويه الزبده، اون فوا كطيب سخونه كندهنها بالبانسو بشويه الزبده وكنخليها ترتاح. دونك ملي كنجي نقدمو كنضيف عليه شويه العسل وبصحه وراحه.